مفيش إنسان من غير خطية. لو كل واحد فينا راجع صفحة حياته هنلاقي خطايا كتير، بس في ناس مننا غلطاتها وخطاياها عاملة زي النقط السوداء الكبيرة في صفحة حياتها، لأن الناس تانية شافتها وأدانتها. والناس اللي بقت بتتعاير بغلطة في حياتها من ناس زيهم رغم أن المجتمع أدانهم، أو حتى أحياناً القانون كمان أدانهم وتعاقبوا على غلطتهم، بتفضل غلطتهم زي وصمة عار في حياتهم، ويفضل الإنسان ده موصوم بالعار، مش عارف لا يمحي ولا قادر يبتدي من جديد. والعار ده كسر قلبه، مكتوب في المزامير: العار قد كسر قلبي فمرضت، وانتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. كتاب المقدس كلامه عادل في حقيقة إننا فعلا مفيش إنسان بلا خطية. مكتوب: جميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. محتاجين نتعلم إننا نرحم غيرنا ونشوف الحقيقة دي قبل ما نشاور على حد غلط، بل بالعكس نكون سبب تشجيع ليهم وبركة مش لعنة. أما بقى لو كنت بتسمعني وإنت موصوم بعار في حياتك وغلطت غلطة كبيرة وكنت مسجون في سجن وبتقول يا ريت يرجع بيا الزمن وأبتدي بداية جديدة مختلفة عن اللي فات، الرسالة دي ليا وليك وطول الوقت من قلب الرب يسوع دايما بينادي بيها وبيبعتها لينا كلنا، لأن إلهنا إله البدايات الجديدة. هو الوحيد اللي يقدر يساعد كل واحد فينا إن لو شايف نفسك وصلت للموت، هو عنده للموت مخارج. هو اختار صليب العار علشان يتصلب ويموت عليه ويحمل عار البشرية كلها، ومن ضمنها خطاياك. ممكن تكون مش قادر تسامح نفسك، يسوع هو الوحيد اللي رفع خطايانا على عود الصليب. الرب يسوع هو أكتر واحد حاسس بيك وبألمك، هو تألم وحمل أوجعنا، مشي أطول طريق للألام ودفع ثمن خطايانا رغم أنه بار بلا خطية، وهو الإله العظيم لكنه تجسد، اتألم، اتهان ومات على صليب العار علشان بيحبنا، وقام من الموت علشان يفدينا بدمه ويدينا بداية جديدة وحياة أبدية. الرب يسوع جه للخطاة. يسوع لما شاف المرأة الممسكة في ذات الفعل رحمها رغم أن كل اللي حواليها أدنوها، ووسط نظراتهم القاسية اللي كلها احتقار وكلامهم الجارح وكانوا عاوزين يرجموها، يسوع قال ليهم: من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. أنقذها من غير ما يجرحها بكلمة ولا حتى يدينها، وقال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. لكن في نفس الوقت قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يعني إله رحيم بيحبك وجاي علشانك. يلي فقدت الأمل في نفسك، اعلن توبة حقيقية باعتراف حقيقي من القلب عن كل الخطايا، وإيمان إن دمه اللي سال على عود الصليب يغسلك من كل الخطايا. هو دفع ثمن غالي على عود الصليب وقام من الموت علشان كل الخطاة. وكل خاطي يؤمن ويعترف بخطاياه في توبة حقيقية ينال باسمه غفران الخطايا. جرب تفتح قلبك من تاني لي، هيديك حاضر في حياة جديدة وبداية جديدة. سيب الضلمة واتبع النور، وحده فيه الخلاص من كل اللي مريت بيه. يا غالي ليك مكان باسمك في حضنه، ارجع مكانك، هيرفع راسك من تاني وقوم معاه. هو جاي علشانك انت، اقبله من جديد يكون الملك على حياتك. يا رب يسوع اقبلني من جديد. امين. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح؟
أنسى قلبك العافي الكبير منعك.